بين قوسين صامدون حتى الآن دفاعيا، هو الألمان الأفضل، ولكن في النهاية هنا نشاهد بعض المهارة من يوكيم لوف. لاحظوا هنا المخرج الألماني أعجبته هذه المهارة من يوكيم لوف مدرب المانشافت. ومانو مينيزيس يعني يحيي المدرب الألماني على هذا الفاصل في عملية الجولينج أو تطبيق الكرة. على كل حال الكرة عند شفينشتايجر، لمحة يعني فنية طريفة.